لا ما نجي وقاو كيسرو لا ما نجي. رشوا علينا الماء، حنا طالعين سلميه، يدنا ما فيه والو، كيتعرضوا لنا باش حنا نعوضوا فوضى، باش يقولوا علينا الشعب متخلف، حنا حضاره، حنا حضاره، بغيتوا ولا ما بغيتوش حنا حضاره، وعمالتي شي بحال موظفين ديالها خدامين كيسالكوا الضو بطل، وحنايا كنخلصوا تراوش. التظاهره في بدايه سلميه، ولكن كيحمل السلطات هي اللي حولت هذا الشغب، هذا العنف هذا، طلعوا بوليبه، طالعين هو هذه بوليبه، جرعوا عليهم، طبقوهم، ساس الحجار. تسي حاجه ما بقاش الدار خاويه 8000 درهم. اي حسبي الله ونعم الوكيل. امان دي سرحان. احنا اليوم كنوقفوا واحد وقفه احتجاجيه على امانديس، لان امانديس هادشي بزاف، لان المواطنين كاملين كيتشكاو على هاد الفواتير وعلى هاد الزياده. حنا فين غنصوروا هادشي 100 فرانك و 130 فرانك كاينين بها؟ فين غنجبروا هادشي هذا؟ وحنا ما خدامينش، غيجود الناس كاين غير انا والوالده ديالي. فين غنجبروا هادشي هذا؟ الجداد ديالنا ناضلوا على هاد الارض هادي باش حنا نعيشوا بالكرامه، ولكن هاد امانديس كطيح بالكرامه ديالنا، وحنا الدراويش وعلى قد الحال، والناس الله يكون في العام صدر كاين معكره ديالها وما وضوا، حنا بغينا هاد امانديس يجريو عليها مره وما تبقاش في طنجه، حنا عايشين بالكرامه ديالنا وغنبقاو دائما عايشين. صراحه الله قهرتنا، عينا ما نخلصوا، فاكتوره كتحنت فاكتوره، عينا ما نخلصوا، كل مره كنقولوا هاد الشهر شويه على هاد الشهر شويه، دابا زادوا فيه بزاف، سقط امانديس شي بحال.